محمد عبده. أنا أعزائي إنما أنقل هذا من كتاب شرح نهج البلاغة، شرح نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده، طبعة جديدة خرج مصادره فلان الناشر مؤسسة التاريخ العربي، ولكن هذا لا يهم كثير لأنه احنا نريد أن نذكر الخطب. في صفحة 99 من هذه النسخة الموجودة بأيدي، وإنما أنا أشير فقط إلى خطبته رقم 61. احفظوا هذه الجملة عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لتروا أنه كيف يميز بين من وقف أمامه في صفين وبين من وقف أمامه في النهروان. هذه نقطة أساسية. ثم يتكلم مع القيادة، يتكلم مع النخبة، يقول: قال عليه السلام: لا تقاتل الخوارج بعدي. يضع يده على من؟ على الخوارج، على الخوارج. التفتوا جيدا، لا على من؟ على بني أمية، على صفين. التفتوا جيدا، يعني أن الحرب مع بني أمية ماذا؟ مستمرة على مر التاريخ. نعم. لا تقاتل الخوارج بعدي، لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه. يعني أن تمايز أساسي واقعا. هذا المائز لما تلتفتون إليه، أنتم تحكمون على الناس جميعا بحكم واحد، بحكم واحد. ولذا في الحاشية يعني في الشرح الإمام محمد عبده عنده عبارات جيدة، يقول بأنه الخوارج من بعده وإن كانوا قد ضلوا بسوء عقيدتهم فيه في علي، إلا أن ضلتهم لشبهة تمكنت من نفوسهم فاعتقدوا الخروج عن طاعة الإمام مما يوجبه الدين عليهم، فقد طلبوا حقا وتقريره شرعا فأخطأوا الصواب فيه. إذن كانوا طلاب حقيقة يريدون الحق، ولكنهم أخطأوا الطريق، أخطأوا المصداق، لم يشخصوا أن الباطل لم يكن في علي وإنما الباطل كان فيهم. يقول: لكنهم بعد أمير المؤمنين يخرجون بزعمهم هذا على من غلب فلان وهم الملوك، إلى أن يقولوا هذا بخلاف الذين طلبوا الخلافة باطلا فأدركوا وليس من أهلها، فالخوارج على ما بهم أحسن حالا من معاوية في صفين. إذن التفتوا، هذا أصل. ولهذا تجد النهج الأموي، يعني ابن تيمية وأتباع ابن تيمية، دائما يحاولون أن يجعلون الخوارج أشد حالا ممن؟ من صفين، مع أن من بني أمية، مع أن القضية أمير المؤمنين في نهج البلاغة ماذا؟ المعادلة يعكسها، وللأسف صارت يعني جزء من الثقافة. أحسنتم الإسلامية، أحسنتم. مع أن أمير المؤمنين يقول: لا، ليس الأمر كذلك، هؤلاء كانوا صادقين في طلب الحق ولكنهم أخطأوا ماذا؟ أخطأوا في تشخيصه. أما بخلاف معاوية فإنه كان عارفا أنه على باطل وأن الحق مع علي، ومع ذلك ماذا فعل؟ ما فعل. يعني طالب للباطل، طالب للباطل، وفرق كبير. كمن طلب الباطل يعني وهو عارف به فأدركه. هذا هو هذا الموقع الأول. الموقع الثاني أعزائي في صفحة 203 من النسخة التي بيدي أعزائي، رقم ومن كلام له عليه السلام، ومن كلام له عليه السلام قاله للخوارج وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على إنكار الحكومة، فقال عليه السلام، التفتوا لي أعزائي وكنا نتأخر ولكنه تستحق القضية: أكلكم شهد معنا صفين؟ أنا إن شاء الله أقف عند هذا في حرب الخوارج. فقالوا: منا من شهد ومنا من لم يشهد. قال: فامتازوا فرقتين، صيروا صفين. الدقة في التعامل بلي معنا. نعم نعم نعم، وفي الدليل. فليكن من شهد صفين فرقة ومن لم يشهدها فرقة حتى أكلم كلا بكلامه. عجيب، يعني أن الخطاب لابد أن يختلف. ونادى الناس فقال: أمسكوا عن الكلام وأنصتوا لقولي وأقبلوا بأفئدتكم إليه.
فمن نشدناه شهادة فليقل بعلمه فيها. أنا أناشدكم أليس كذلك؟ إذا كان باطلا قولوا باطل، وإذا كان حقا قولوا حق. نعم بينك وبين الله، يعني من فمكم أدينكم ما تريدون. ثم كلمهم عليه السلام بكلام طويل، قال ومن ضمن كلامه: ألم تقولوا، الذين كنتم معنا في صفين، ألم تقولوا عند رفعهم المصاحف، التفتوا المشكلة هنا مع صفين، المشكلة هنا وهذا هو التأويل، ألم تقولوا عند رفعهم المصاحف حيلة وغيلة ومكرا وخديعة؟ الظاهر ماذا؟ رفع المصاحف إلى القرآن. وهل يوجد أحد يستطيع أن يرفض القرآن؟ حسبنا كتاب الله. أحسنتم، جيد. ولكنه في المقابل ماذا؟ في الباطن ماذا؟ حيلة وغيلة ومكرا وخديعة. التفتوا جيدا أعزائي أولئك الذين يتابعون بعض القنوات الفضائية، انظروا إلى التلاعب الذي يحصل. ألم تقولوا عند رفعهم إخواننا وأهل دعوتنا؟ إذا تبين هذا مو كلام أمير المؤمنين، كلام الخوارج، هذا كلام الخوارج ينقله. ولكن مع الأسف الشديد أن بعض المدلسين في القنوات وفي المواقع يقولون أمير المؤمنين قال عن أمن؟ قال عن معاوية إخواننا وأهل دعوتنا. ولكنه الإمام سلام الله عليه ماذا؟ ينقل كلام الخوارج. يقول: إخواننا وأهل دعوتنا استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله سبحانه، فالرأي، هذا كله كلام من؟ كلام الخوارج الذين كانوا معه، فالرأي القبول منهم والتنفيس عليه عنهم، فقلت لكم. إذن من هنا يبدأ كلام من؟ كلام الإمام أمير المؤمنين. انظروا إلى النظرية التي نحن أو القراءة التي قدمناها للتنزيل والتأويل. هل أن أمير المؤمنين يصادق على قراءتنا أو لا يصادق؟ يصادق على فهمنا أو لا يصادق؟ فقلت لكم هذا، يعني رفعهم المصاحف، هذا أمر ظاهره إيمان وباطنه عدوان. ماذا قلنا نحن؟ ماذا قلنا؟ قلنا هذا هو التأويل، يعني أن هؤلاء وإن ظهروا بمظهر ماذا؟ يعلنون الإسلام والإقرار بالإسلام والاحتكام إلى القرآن، ولكنه في باطنه يريدون العدوان على ماذا؟ على الإسلام. على الإسلام. ومعناه هنا يعني في التقابل يكون كفر. واضح واضح واضح، أحسنتم. وأوله رحمة وآخره ندامة، أولئك الذين يدافعون عن هذه الراية. فأقيموا على شأنكم، ابقوا معي ولا تلتفتوا إلى هذه اللعب، لأن هؤلاء ليحاربوكم بلغة وينافقون عليكم بنفاق آخر غير نفاق عصر التنزيل. فأقيموا على شأنكم والزموا طريقتكم وعضوا على الجهاد بنواجذكم ولا تلتفتوا إلى ناعق النعق، وإن أجيب أضل وإن ترك الذل. المهم الإمام أمير المؤمنين واقعا هنا يقنعهم في النتيجة، يقيم عليهم الحجة. فلقد كنا، يقول ثم يذكر لهم شاهدا، يقول كنا مع رسول الله ماذا نفعل؟ لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن القتل ليدور على الآباء والأبناء والإخوان والقرابات، فما نزداد على كل مصيبة وشدة إلا إيمانا ومضيا على الحق، لا نبالي أن هؤلاء أبنائنا، وتسليما للأمر. فلا بد أن تسلموا لي كما سلمت ماذا؟ لرسول الله في حربه على التنزيل، لا بد أن تسلموا لي في حرب ماذا؟ على التأويل. وصبرا على مضض الجراح، ولكن التفتوا إلى هذه الجملة التي احفظوها جيدا، ولكن إنما أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام. وهي تختلف عن الإيمان. التفت بلي في الإسلام يا أمير المؤمنين، أنت عندما تقول إخواننا وفي الإسلام، إذن على ماذا تحاربهم؟ على ماذا تحاربهم؟ ألست تقول إخواننا؟ ألست تقول على في الإسلام؟
إذن لماذا تحاربهم؟ قال على ما دخل فيه، أي في الإسلام، يعني ما أدخله هؤلاء من الزيغ والإعوجاج والشبهة والتأويل. أنا أتصور حروب بعد. تأويل واضح. أنا واضح. انظروا يا أمير المؤمنين، أنت كانت معركتك السياسية، يقول لا، معركتك على السلطة، يقول لا، وإنما كانت معركتي قائمة على أساس أن هؤلاء أدخلوا في الإسلام الزيغة والإعوجاج والشبهة والتأويل.